تفضل سيد هاتشاتوريان. تفضل سيدي، أنا بأمرك. نحن ممتنون لك على خدمتك هاتشاتوريان. الجهد الذي أظهرته حتى هذا الوقت جعلك صاحب فضل كبير علينا. والآن سوف أوظفك في عمل جديد. عمل؟ أي عمل تأمر به أنا سأنفذه. لكن هذا العمل خطر عليك، وأنت حر بقبوله أم لا. إن روحي فداء لك سيد أرطغرل. فلتسلم. إذن أريد أن تذهب إلى كراجيسار وتفتح دكانا هناك، ولكن هدفنا من هذا الدكان ليس التجارة، وإنما أن نعرف من يأتي ومن يذهب، أيضا ماذا يفعل في كراجيسار. دومرول سيساعدك في العمل. كل خبر تأتي به من القلعة سيكون مهما جدا لمستقبل الكاي. والآن قل لي معلم هاتشاتوريان، هل تستطيع إنجاز هذه المهمة؟ سيد أرطغرل، إن لم تكن أنت موجودا لكنت الآن تحت التراب، ومهما فعلت لن أستطيع أن أفيك حقك عندي. إن روح هاتشاتوريان فداء للطريق الذي تسلكه. سلمت معلم هاتشاتوريان، شكرا لك. اخرجا أنت ودومرول إلى الطريق حالا. حينما تصلان القلعة جدا دكانا في مكان جيد، وسنقدم لك ما يلزم. أمرك مطاع سيدي. هيا. ها هو الدكان الآخر الذي أخبرتكم عنه. جميل جميل. إنه بعيد عن المتاجر الأخرى لكنه سيفيدني حاليا. وهل لهذا الدكان مخزن؟ بالطبع، تفضل. للدكان مخزن كبير في الأسفل. رائع رائع، تفضل. هيا. سيدي، ماذا تريد أن تعمل هنا؟ أنا التاجر الشهير فويوك ألبين، ألم تسمع بي من قبل؟ سامحني، لم أسمع. حسناً إذن، بعد الآن لن تنسى اسمي أبداً أيها الرجل. أنا أجول العالم دائماً وأجلب معي أفضل ما أجده،
وأعرضه على الناس. هذا هو عملي، أن أجعل الناس راضين وأن أخذ ذهبهم. تعالوا نبدأ العمل. ترى من صاحب هذا الدكان؟ وماذا يجب أن نفعل لنستأجره منه؟ سيدي، إن هذا دكان تكفور القديم، وقد أصبح لابنته كإرث منه بعد أن مات. حين تقرر أخذه ستأخذ هذه الأوراق وتنهي الأمر مع صاحبته السيدة هيلينا. حسنا حسنا، فلنبدأ بالعمل ولنفعل ما يلزم. حسنا إذا، تفضل.